انا اجيت شوي لشوف باسل وقلت بعدين بلكي بشرب معك فنجان قهوه، بس شكلك مريح. انا ماشي، باي باي. باي. فاي عليا اليوم مزاجها معكر. لا تكبري الموضوع، ما له مستاهل اصلا. كل اللي صار سوء تفاهم بس. لا هي ما حق، انا عن جد كنت عم بتسمع عليكم، لازم اطلع اعتذر منها هلا. طيب لا تطلعي هلا، قلت لك عليا مزاجها مانو رايق، خلص بعتذري منها بعدين. انا كثير تشرحت قدامك اليوم، بعتذر وبعتذر على اللي عمله اوس كمان يعني. لا 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 ابدا، لا تعتذري ولا شيء، ومني بالذات ما تعتذري ابدا، انت ما عملتي شيء. خلصنا. وإذا كنتي عم تتسمعي، شو قالوا لك عم تسمعي أسرار الكونغرس يعني؟ عادي بتصير. بعدين أنا بعرف إنه أنتِ ما قصدك شيء، وعليا بتعرف كمان. لا هي ما بتعرف، ومعها حق، إنه هيدا خيها وهي كتير حساسة بموضوع باسل. يمكن هو ما بيعرف، بس هي كتير بتحبه. يمكن الست عليا ما بتعبر له، بس طبيعي إنه هيدا عليا كرم. هيدا مش حيلا حدا يعني، ما بتعبر مثلنا كلنا. هي فنانة ومش حيلا فنانة. كل هالقد معجبة فيها وأكتر كمان. يمكن لا، أكيد هي أقوى مرة بعرفها بحياتي. موهوبة، واثقة، قوية، حلوة، ما بينقصها شيء. هي كاملة، عن جد كاملة. كتير تعبانة، ما تاخدي وتعطي معي وما تسأليني ولا سؤال بليز. مش حسألك ولا شيء، بس انتبه على حالك انت.